تعالوا نتعرف على حالة الطقس النهاردة كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، هيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. ومع بعض هنستعرض درجات الحرارة النهاردة في عدد من محافظات الجمهورية، والبداية من القاهرة زي ما حضراتكم شايفين، يعني الدرجات معقولة 34-24، الإسكندرية 31-24، بالنسبة للإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 23، الدقهلية 34-24، وبالنسبة للغردقة فهي يعني مسجلة أعلى نسبة في الطقس النهاردة 36 والصغرى 27، وبالنسبة للمنيا 35-24. نبذة سريعة عن درجات الحرارة في العواصم العربية كمان والعالمية، بنبدأ بالرياض العظمى 43 والصغرى 29، أبو ظبي 37 والصغرى 29، أنقرة 30-13، لندن 26-17، واشنطن 29-19، وأخيرا بكين 32-18.